لعل من النفحات الكريمة التي يذكر بها شهر رمضان المبارك أيضاً أنه وقبل ما يزيد على 1000 عام قد شهد مولد قبلة الاعتدال والوسطية للأمة التي عرفت بالأمة الوسط. فمن أرض الكنانة مصر، من هنا انطلق الأزهر الشريف يزيح صخور الجمود فينشر من الدين صحيحة، مقتفياً في ذلك أثر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وهو الذي قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، مع كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني في بداية كلمتي هذه أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم وللأمتين العربية والإسلامية ملوكاً ورؤساء وأمراء وقادة وشعوباً بخالص التهاني وأطيب الأماني وأصدق الدعوات بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير والبركات، وأن يكشف عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته وساء به صباحه من حروب وقحط ووباء وغلاء، وأن يوفق قادة الأمة وعلماءها وحكماءها وأصحاب الرأي فيها إلى الأخذ بيدها إلى بر السلام والأمان وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق 7 سماوات، وحذر من سفكها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، وقوله: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وقوله: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، وقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. الحضور الكريم، إن مما يرتبط بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر ويتعلق بإشراقاتها ونفحاتها في باب العبادات، عبادة الدعاء والتجاء المسلم إلى ربه وتضرعه إليه تعالى في كل أموره وشؤونه، ما كان منها معتاداً ميسوراً وما كان عسيراً معقداً. وقد يظن كثيرون أن عبادة الدعاء عبادة ثانوية، أو هي عبادة مأمور بها على سبيل الندب والاستحباب، وأن العبد مخير بين أدائها وتركها، وكل ذلكم ظن خاطئ مصدره الغفلة عن موارد الأمر والنهي في القرآن الكريم. والحقيقة
هي أن الدعاء عبادة مأمور بها في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بها المؤمنون سواء بسواء. من ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقل رب زدني علما، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن ذلك أيضاً أمره تعالى عباده المؤمنين بالدعاء في قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إلى آيات أخرى كثيرة تتضمن أمرًا بالدعاء والتعبد به، وبعضها يشير إلى صفة الخشوع والضراعة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي حال دعائه، مثل قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعًا وخفية. ومعنى الخفية فيما يقول المفسرون هي ما خفي سرًا في نفس الداعي، وذلك حتى لا يتسرب إليه الرياء ويفسد عليه عبادة من أهم العبادات. وقد أثنى الله تعالى على هذه الصفة في دعاء نبيه زكريا عليه السلام في قوله سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. كما أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. على أن استحباب الخفاء في الذكر وفي الدعاء لا يعني ذم الجهر بالدعاء أو النهي عنه، كيف وقد وكل ما قد نقل لنا من أذكاره صلى الله عليه وسلم وأدعيته كان جهرًا، ولو أنه كان سرًا لما نقل إلينا شيء منها. والذي ترشد إليه الآية الكريمة هو النهي عن الجهر الذي يخرج بالدعاء عن حد الوقار والخشوع وأدب المناجاة. والمتفق عليه بين العلماء هو أنهم لا يعرفون خلافًا معتبرًا في أن السر في أعمال البر كلها من غير الفرائض أعظم أجرًا من الجهر بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقوله عليه الصلاة والسلام: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ودليل ذلك كله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي يقول فيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم، ثم قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم جاءت السنة المطهرة فأكدت على مركزية الدعاء وأهميته القصوى في حياة المسلم وارتباطه بربه والتعلق بحبله المتين، وبيَّنت أن الدعاء يرقى إلى مستوى العبادة نفسها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة،
ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله في حديث آخر الدعاء مخ العبادة، وتعليل ذلك فيما يقول شراح الحديث أن من يدعو ربه فإنما يدعوه بعد أن ينقطع أمله في الخلق والمخلوقين، وهذا هو معنى الافتقار، وهو جوهر العبادة التي لا عبادة فوقها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: سلوا الله من فضله، فإن الله تعالى يحب أن يُسأل، فإن الله تعالى يحب أن يُسأل من فضله، وأفضل العبادة انتظار الفرج. ولأهمية الدعاء ومنزلته كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، فقد ورد أنه كان يعلمهم التشهد والقنوت ودعاء الاستخارة ودعاء الجنائز وأدعية أخرى لا يتسع لها المقام، منها على سبيل التمثيل فقط قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومنها دعاؤه حين كان يأوي إلى مضجعه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ومنها: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، إلى دعوات أخرى يضيق عنها الوقت. والمدهش في شأن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغرق حياته اليومية من ألفها إلى يائها مهما اختلفت بها الظروف والأحوال والملابسات، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتخذ من الدعاء وسيلة يحتمي بها ويعول عليها في شؤونها كلها، ويقف بها وقوفا طويلا على باب الله نهاره وليله، يقظته ومنامه، فإنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه كما أخبر عن نفسه. وكان يوصي أصحابه بالارتباط بالله تعالى والتعلق به في كل أمورهم وحاجاتهم وأشيائهم مهما كانت صغيرة أو تافهة، وكان يقول لهم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. هذا وقد ذكر العلماء شروطاً للدعاء المستجاب وآداباً استخلصوها من سيرته صلى الله عليه وسلم في دعائه وأذكاره. فمن شروط الداعي أن يكون مطعمه حلالاً وملبسه حلالاً، وأيضاً من شروطه ألا يتعجل الإجابة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يُستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يُستجب لي. وأما آداب الدعاء فمنها أن يستنفذ العبد مع الدعاء كل الأسباب اللازمة لنيل المطالب وبلوغ الآمال، والدليل على ذلك أن القرآن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وأمر به المؤمنين من ورائه هو القرآن نفسه الذي أمرهم بأن يعدوا العدة للأمر قدر الطاقة وقدر المستطاع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومن آداب الدعاء أن يتحرى الداعي أوقات الإجابة وأزمنتها المباركة، ومنها شهر رمضان وبخاصة العشر الأواخر منه، وكذلك يوم عرفة ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل وأوقات السحر. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة وخفض الصوت لقوله تعالى:
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. والمراد بالصلاة في الآية الدعاء، كما أخبرت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن هذه الآداب رفع اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي: إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً خائبتين. ومن الآداب أيضاً أن يستفتح الداعي دعاءه بذكر الله تعالى وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختمه بما بدأه به. ومما يجدر ذكره في مسألة الدعاء وأنهي به كلمتي هو ما ينبه إليه العلماء من أن هناك دعوات مستجابة لا تغلق في وجهها أبواب السماء أبداً، في مقدمتها بل على رأسها دعوة المظلوم. قال العلماء: وإن كان المظلوم فاجراً، بل قالوا: وإن كان كافراً. ولا عجب، فدعوة المظلوم كما ورد في الحديث الشريف تُحمل على الغمام، وتُفتح لها أبواب السماء، ويستقبلها المولى بقوله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن هذه الدعوات المستجابة دعوة الوالدين على الولد العاق، وكذلك من الدعوات المستجابة دعوة الصائم حين يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعاء العبد لأخيه، ودعاء العبد لأخيه بظهر الغيب، والولد لوالديه، ودعاء الذين يذكرون الله كثيراً، ودعوة المريض والمبتلى، وكثير التعرف على الله في الرخاء والشدة، وحامل القرآن الكريم. وإنها لمناسبة طيبة ومباركة في خواتيم هذا الشهر الكريم، أن نستعين بالله على أنفسنا، ونبدأ بالتخلُّص من مظالم العباد وحقوقهم وحاجاتهم، ونُبادِر بردِّها إلى أصحابها، وأن نعفو عمن ظلمنا، ونغفر لمن أساء إلينا، وأن نصل أرحامنا ونُحسِن إليهم، وأن نتحمَّل أذى أولي الأرحام وظُلمَهم وقطيعتهم، وأن نتجاوز عنهم احتسابًا ورغبةً فيما عند الله من ثوابٍ عظيم يدخره لكل من يسارع إلى صلة رحمه وأقربائه. هذه الرحم التي أمر الله بوصلها، ووعد بوصل من وصلها، وتوعد بقطع من قطعها. والخير كل الخير في من يغلب نفسه، ويكظم غيظه، ويخفض جناح الذل، ويذهب ليمد يده لمن أساء إليه من أولي الأرحام وذوي القربى. ومرة أخرى سيادة الرئيس والحفل الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.